فريق الانسحاب ضد وفاق سطيف، امل مروينه، فريقي هذا يقبع في المركز 19 في القسم الثاني، يعني في المركز قبل الاخير، يصارع من اجل البقاء، نلقاه يلعب في دور متقدم يوصل دور ربع نهائي، حاجه مهمه برشا بالنسبه للنادي هذا. وخسر معناها في الشوط الاضافي الاول معناها بصعوبه كبيره قدام وفاق سطيف اللي حاطط التيتر هذايا معناها اوبجيكتيف في السيزون هذايا، وما ننساوش اللي هو حامل قبيل حامل اللقب شبيب قبيل ضد السير بي. سير بي بون ممكن السير بي اللي يعرفها سيد احمد اقوى برشا من السير بي نتاع توا، لانه تقريبا